المتحدة في عادة نتمنى بأن لا تنقطع، واستضافة لا شك بأننا نسعد بها. تحياتي محدثكم فارس عوض. ضربة البداية في شوط المباراة الأول، ام بي سي مصر، والبداية السريعة. الله 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 الله، الأهلي يبدأ من قبل، تبدأ من قبل، تبدأ من اللي سجل، من اللي سجل أسرع هدف في تاريخ السوبر. يا للأهلي يا للأهلي، الماريدو يبدأ بأي اسم؟ الماريدو يبدأ بكل الأسماء. 1-0 عن طريق المارد الأحمر طاهر محمد، طاهر محمد. يا للأهلي يا للأهلي، يا للبداية قبل التشكيلة لازلنا في الترحيب. شوف طاهر، شوف طاهر، شوف الهفوة أمام النادي الأهلي، شوف اللمسة الأولى، شوف هذه اللقطة تغلط أمام اللي ما يغلط. يا للأهلي ما بيرحمش، الأهلي ما بيرحمش. طب خلينا نقول البداية، خلينا نسخن شوي. طاهر يقول ما فيش تشكيلة، أنا أول اسم في التشكيلة، أول اسم في التشكيلة. أسرع هدف السوبر المصري عن طريق طاهر. فهمون أنها تحدث أحيانا، لكنهم يريدون تقليل هذه الأحيان كثيرا، بل منعها أحيانا كثيرة أخرى. بيرسي تو لمسة، أفشى لمسة، يا سلام يا أفشى، حافظ المكان، الكرة بترجع له. هو مجدي، هو مجدي، هو 9+10. الكرة بتصل لو عدى إمام عاشور، إمام عاشور بيلعب له كرة، هتخذ. الله 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 الله، يا رباه يا إمام، هل كسرت العارضة؟ الهدف الأجمل في السوبر لم يأتي يا إمام، لم يأتي يا عاشور. شوف الكرة، شوف التصويبة، يا رباه يا الله، ضاعت أجمل كرات المباراة. لكن الأهلي قامت، الأهلي أقرب لتسجيل الثاني على سيراميكا، وشايفون العيون. الكرة بترجع مرة أخرى في مكان، والكرة بتصل إلى عمر كمال، عمر كمال بيحافظ عليها لكن مقطوعة. يا سلام يا سيراميكا، لكن أكرم توفيق، يا توفيق، الكرة بترجع. شوف اللقطة، شوف اللقطة، ينتظرون التوفيق، ينتظرون التوفيق. يا رباه، التصويبة كانت عن طريق فخري لكاي، لكن ما فيش ركلات. الكرة بترجع مرة أخرى في الجهة اليسرى، والمحاولة بتصل في انطلاقة. شوف محمود، شوف سيراميكا، شوف محمود، شوف السقوط. الحكم يشير إلى استمرار اللعب والكرة، لكن دقايق فيها سيراميكا للأمانة أفضل، دقايق فيها سيراميكا. كيلو بترا موجود في ملعب النادي الأهلي، حتى وإن كانت التصويبات ليست كثيرة، لكن صار لنا دقايق نشوف سيراميكا في ملعب الأهلي. سلامات يا طاهر، سلامات يا محمد. شوف هنا محمود زكالة، وشايف هنا بيرسيتاو، والسقوط اللي كان من بالحاج، حكم المباراة أشار إلى استمرار اللعب في اللقطة الماضية. هل تضمن لنا شوطا آخرا ممتعا أيضا؟ الكرة تصل في الجهة اليسرى في مكان، أوصلت بعد ذلك إلى اللاعب الواضح. الآن عبد الرحمن بودي بيرسلها كرة إلى بالحاج، واللمسة واللمسة واللمسة، ولكن رامي ربيعة، والمتابعة من محمود في مكان. هنا اللقطة، هنا التصويبة، يا رب يا الله، من يستحق منكم أكثر من هذا الهدف؟ يستحق كل منا تصفيقا حارا ولو مرة واحدة في حياته. كانت هذه اللحظة، أنا أصفق يا فخري، أنا أصفق. سيراميكا يتلقى قبلة، والقبلة أيضا للرمادي. شوط أول لفريق قدم كل شيء من أجل الوصول إلى هذه اللحظة، كانوا يستحقونها. الكرة تسقط لكن سيراميكا يقف، الكرة تسقط لكن سيراميكا ينجح. فخري يفتخرون بأدائهم في الشوط الأول. سيبك من يتأهل، سيبك من ينتهي فائزا في هذه المباراة. شوط تاريخي يا سيراميكا، شوط تاريخي يا سيراميكا، أقولها نعم يا كولر. أيمن الرمادي تفوق عليك في هذا الشوط، تجاوز الصدمة، امتص ارتباك البداية
وقف على قدميه، سيطر بعد ذلك على المجريات، ضغط، خلق فرصا، حاول، سجل. هل سيلغى الهدف؟ ربما، لكن ستظل فرحتهم تاريخية حتى وإن ألغي. عليهم أن يكونوا فخورين بما قدموا. في تشيك فار، هل هناك حديث؟ سنشاهد. كولر يريد الآن من ينقذه بعد أن خرج أو بعد أن شاهد شوط أول حقيقة يلام فيه على المستوى الأول والأخير. نعم، يدخل بتشكيلة فيها حقيقة شيء عدم من عدم الجدية. انظر، إنه يحتفل بتأكيده في كل المستويات. الكرة صارت مرتدة، سيراميكا في الافتكاك، سيراميكا يا فخري، سيراميكا يا فخري، الكرة البينية يا محمود. الله، لا يمكن توقع ماذا يمكن أن يفعل سيراميكا اليوم، لا يمكن توقع ذلك، لا يمكن. أيمن الرمادي، فزت بإعجاب الجميع أيا كانت نتيجة هذه المباراة ونهايتها. نعم، شوف الكرة، شوف محمود بعد ذلك سلك يصوب، تصطدم الكرة، بترجع، وما زالوا قدوسي، وما زالوا بالحاج وكعب الآن من جديد، وما زالوا نقلات، ثقة، روح كبيرة، شخصية. الكرة بترجع إلى محمود، بيلعب لك كرة من جديد. لا أصدق المشهد حقيقة، لا أصدق المشهد. تشاهد هذه اللحظات، تشاهد هذه الدقائق، تشاهد النادي الأهلي، تريد أن تتأكد هل هذا حقا النادي الأهلي. الكرة بترجع مرة أخرى من جديد في نص الملعب. كولر حتى الآن ما زال يكتب فقط. الكرة بترجع مرة أخرى، شوف التمريرات، شوف النقلات، أكثر من 12 نقلة الآن بين أقدام سيراميكا. الكرة بترجع، لا لا لا، العملية كبرت أو العملية وسعت خالص. شوف الآن سيراميكا، والكرة بترجع مرة أخرى في مكان، في تمريرة عن طريق اللاعب اللي كان واضح في الصورة من جانب اللاعب رقم 8 واللي مرر عبد الله رجدي، والآن التمريرة في مكان السيطرة. شوف المحاولة، شوف خذ مكان، شوف عدى، شوف ركن. أم عاشور، هل هناك فرص في الشوط الثاني؟ لم تأتي بعد. اسمع إلى الصوت، جمهور النادي الأهلي يذكرهم، جمهور النادي الأهلي يستفزهم، جمهور النادي الأهلي يريد أن يحركهم، يريد استفاقة للمارد الأحمر. أفشى من جديد تحت هذه الأصوات، وصلت إلى يحيى عطية الله، صواب، الكرة تصل. يا للجمهور الذي يذكرهم، يا للجمهور الذي يريد أن يضع حدا لما يحدث في هذا اللقاء. يحيى عطية الله صواب، لكن رجب نبيل في اللقطة الماضية والتصدي. جمهور النادي الأهلي يقف، يطلب من اللاعبين التقدم، يطلب منهم الهجوم، يطلب منهم استعادة الذاكرة، يقول أنتم الأهلي، أنتم الأهلي، ماذا تفعلون؟ هل تنسون أنفسكم؟ الله الله، أنتم الأهلي، أنتم الأهلي، لا يمكن أن تنسون أنفسكم. هدف صنع في مدرجات المارد الأحمر، الجمهور يصنعه، الجمهور يستفزه. يا للإنهائي محمد طاهر، طاهر، وهدف فاخر من الآخر، فاخر من الآخر، هدف صنع في الأهلي في مدرجاته. يا للعرضية يا عطية الله، شوف، الله الله، يا رباه يا طاهر، هدف من الآخر، من الآخر. شوف الجناح، شوف 29، شوف الإنهاء، هدف أول، هدف ثاني، المدرج يذكر النادي الأهلي، يذكر النادي الأهلي، أنت هنا، عليك أن تفوز دائما، هنا دائما، عليك أن تفوز. يا للكرة، يا للشعار، يا لللقطة، يا للاحتفال. المباراة كانت في اتجاه، والهدف أتى من اتجاه آخر، عرضية كبيرة يا عطية الله. الآن في هذا التوقيت 36، أحمد نبيل كوكا، واللعب 13، مروان عطية في نص الملعب، هذا مروان عطية، والثاني أحمد نبيل كوكا، وبالتالي تغييرين بالنسبة للمدرب السويسري كولر. هذا إمام عاشور، محاولة الآن من إمام عاشور، الكرة في الملعب، الكرة في الملعب، وإمام عدى. الله الله، يا
السلام على إمام عاشور. فصل نهاري، أخيرا شفنا إمام القميص رقم 22 خطأ على مجدي، وفي اللقطة الماضية بعد التلاعب شوف اللقطة، شوف اللقطة، هذا الدخول القوي من عبدالله المجدي بعد حل فردي، شوف الكسرة، شوف الكسرة. يا سلام يا إمام يا عاشور، هناك خطأ، الحلول الفردية للاعب الذي يريد أن يذهب إلى مدرجاته بعد المباراة، يرسل كرة عالية وطويلة والكرة بتتهيأ بعد ذلك، ولكن هناك صافرة وخطأ. سلامات إن شاء الله، هذا حسين الشحات، كرة بترجع مرة أخرى. خمس دقائق مشاهدين على الوقت بدل الضايع المتبقي، والكرة اللي بترجع الآن في الجهة اليمنى، والمحاولة اللي بتصل في مكان سليم لمصلحة اللعبة قندوسي، لكن الضغط يحاول، مشت مع قندوسي، أحمد قندوسي مشى معاها، وصلت إلى صادر، هنا التمريرة، هنا المرور، هنا السيراميكا، هنا السيراميكا، مستحيل اللقطة، مستحيل اللقطة، مستحيل اللقطة. يا محمد أيمن، يا محمد أيمن، هذه كرة العودة ضاعت، إنها اختارت الأهلي، إنها اختارت الأهلي، اختارت الأهلي، تحركت الشباك، تصددت المدرجات، محمد أيمن يتحسر على الكرة الأخطر في الوقت بدل الضايع. النادي الأهلي يقترب من الوصول إلى المباراة النهائية. مشاهدينا، متابعينا في كل مكان، شوف التوقيت، شوف اللقطة، شوف اللعبة في اللقطة الماضية، وهنا نشاهد ونتابع أيمن الرمادي.